اللي يبغى يشتري اغراض روكت ليج عندك موقع روكت ليج اكسشينج، الرابط في الوصف، والكريدت عندهم ارخص من اللعبه، فاي احد يشتري لا تنسى كود بي اس ال راح يخصم لك 3%. الموقع متوفر فيه كل شيء يخص روكت ليج سواء على ستيم، ايبك جيمز، بلاي ستيشن، اكس بوكس. يعطيكم العافيه، الرابط في الوصف. السلام عليكم. ساحب اسبوعين ادري. اعطيكم سيناريو بكل بساطه اللي صار. جت سفره مفاجئه حقت مباراه الهلال مع الفيحة، سافر جدة وأنا ما جهزت مخاطئ. شيء ثاني، رجعت من السفر تعبت، إلى الحين تعبان، كامش فيها مظلمة ما أدري، فإذا قطعت مرة ثانية أعرف أني رايح أصلح الكام. اتفقنا. خلونا ندخل مقطع اليوم. بسم الله. مثل ما تشوفون قدامكم شريت النيسان زد كود في اس ال، واللي يبغى كريدت طبعا شريتها من روكت ليج اكسشينج. روكت ليج اكسشينج ما تعرف كيف تشتري منه وش الفرق بين روكت ليج اكسشينج واللعبه. روكت ليج اكسشينج ارخص من اللعبه كل اختصار، يعني تبغى كريدت عنده ارخص من اللعبه، تبغى باكيجات موجود باكيجات، تبغى كل شيء موجود هناك. كود في اس ال يخصم لك 3%. ادخل هنا الايتم شوب، كود في اس ال ما يخصم لك بس يفيدني، يعني ما راح ينقصك ولا راح يزودك، بس انا راح يفيدني. اوكي، كود في اس ال يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. حاليا حاطين 6 بس صراحه ما يلمون يعني. بس خلونا نلعب اليوم بالنيساز. لما انا متحمس لهذه السياره ولعبي جدا سيء لاني من زمان ما لعبت. هو لعبي سيء اصلا من زمان، بس انه يعني من زمان ما لعبت، عارف ايش بيصير النتيجه يعني. ودينا على اول جيم كوب. والله من زمان على التصوير. هلا والله اخوي استفامات. هلا والله، تبغى اعطيك يا اخوي؟ والله لازم 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 كذا ننجب. اوكي يلا يلا، ما علي يا اخوي، ما علي. اوكي العب روح. لا يا ساتر، ايش قاعد يصير؟ لا يا القهر، اطلع يا اخوي روح. يلا ما علي. يا نايس. قريت باس اخوي، قريت باس. الله شكرا حبيبي. استفامات النكب. روح ولا روح؟ والله ليتك ما لمستها. يلا مالي. انا لخمت يعني، ما ادري وين بيطقها. يا عيني. نايس. رد سريع وعنيف. بال حبيب شكله من البحرين. اجلدهم. حتى هو واقف ما سجل هدف. اوكي والله ناوي يفجر. يا عيني جريت باس يا اسطوره. ايش قاعد يصير؟ يا ساتر. كادت. برا يا اخوي. عين يا اسطورة. امشي. يوه. امشي. كالكوليتد يا ابوي. ضربت. والله ما قصرت يا اخوي، شكرا. بسم الله. شوت. جريت باس يا اسطورة. امشي. المفروض تفجر. الله والله المفروض تفجر يا ساتر. كيفيك هذي؟ هي اللعب. يا الله انا اسف يعني. لا يا ساتر، اعوذ بالله. لا ما تجي كذا فجاه. حلوه يا ساتر، والله حلوه يا خوي. شوت اسطوره. جريت باس يا اسطوره، والله جريت باس يا خوي. نكبو. لا اوكي. ايش قاعد تسوي؟ ما ادري ترى. امشي. تصدمني؟ ما في والله. ياسف اللي ضدي يعني. ما سجل هدف. ليه يا اخي؟ ليه؟ والله حرام. ما ادري ايش صاير صراحه، بس شكرا.
تكفى هدفك. يو اوكي على بالي خوينا اللي جابها. سكيب. طيب يا حسوني الله يهديك. ليه تكفى؟ ماله جي الى الحين ما قصرت السياره ابدا وما قصرت انا. خوينا وين؟ لا تكفى. اوه ضيعها. حلو بس الجيم الغريب. وامشي لك يا الله. نايس شوت عيني. ما ادري كيف خش النص كذا بس اوكي. نايس يا خوي. حطه واحد يا خوي. حلو اوكي. هوب. يو ساتر. جريت باس يا خوي. هاي جريت باس يا ساتر. شو امه يرفس ذا. خلو الله. يا ساتر والله يا ساتر اني سهر. والله حلوة عجبتني صراحة. لا كانت نية لمسة يا عيني. اسطورة يا ساتر والله يا ساتر. الشوتات ايش فيه يا الهي. جي نايس بسم الله. والله تمنيت ان النيسان بلون اصفر ولا احمر ولا ازرق زي كذا. احس بيطلع مر خرافي. اوكي انا ما ادري ايش قاعد يصير صراحه. برا يا ساتر احد يكلمني كالكليتد. اوكي الحمد لله. تبغى تجربه صراحه في البدايه بس ما ادري ايش صار. روح. لا تكفى. ايش هو وات. اوكي صامله تبغى تيجي عاد ايش نسوي. ما ادري ايش صاير اقسم بالله. كيكوف غريب من الخوي بس يلا. ماله الله يستر لا يكون هزيمه. الله يستر بعد الفوز هذا كله. روح تكفى. يا ساتر. امشي. والله قهر اقسم بالله. كوره كيف ضاعت ذي. روح. لا يا خوي مشها حرام عليك اقسم بالله حرام. لو مشها جول خلاص. حرام. الحمد لله. ايوه مشي معك بوست الحين. اسطورة. يا كلوز. تكفى. ماله يا اخوي. يا الله الهجمات اللي ضاعت اقسم بالله. ايوه يا ساتر. بغضبان ان شاء الله هدف. يا ساتر. مشي عطني. يا ساتر. حالفه ما تدخل. لا تكفى. والله اني متوقع ما ادري ايش صار بس توقعت كذا ان هدف. ما ادري شلون ما خش يعني قاعد يمشي جنب. الله هديه. نقدر خوينا يمشي جنب الكوره قسم بالله. ما يطق يا عيال. والله ما يطق حرام. جي والبليد خسارة. والله تقهر اقسم بالهجمات صراحة. عجبت بس السيارة عموما عجبتني. يعطيكم العافية بعد رجعة وهذه الفوزات مع هذه الخسارة الأخيرة يعني. بس الخسارة الأخيرة كنا قريبين يعني. يعطيكم العافية. إن شاء الله استمتعتوا وأنا أراكم على خير في أمان الله. سلام.